نقدروا نكسيو العائله. هاجي لون ها الحاج الحاج قادر. مرحبا بك. مرحبا بك. نكسيوهم كاع كيما راهم ان شاء الله باذن الله. نفرحوهم ان شاء الله في هذا رمضان. ربي يسترك خويا ربي يبارك. الحاج قادة فتح أبواب حديقة التسلية الواقعة بالمركز التجاري في تيارت للعائلة الكريمة للترفيه عن النفس من جهة، واقتناء كل ما يلزمهم كبارا وصغارا من ملابس من جهة أخرى، بطلب من هذا السيد النبيل لأصحاب المحلات: فكل الشكر والامتنان لك سيدي المحترم ولكل تجار المركز التجاري على كرم الضيافة. ما شاء الله. مرحبا بكم. بارك الله فيكم. ما شاء الله. توني عندك مازال ما الشحالة هذا. بيعوا لي. قالوا لي كنت في لندن. نيشان. وكان عندك حانوت اسمه جينوس في لندن. نيشان. وجاي لتيارت. جيت لتيارت. وعلى على بال ولادي. وعلى بال بلادي. جبت العائله كامله هنا. العائله كامله زايدين تما زايدين تما وكبرين شويه تما وجبناهم صغار الحمد لله. ما شاء الله. ودرت لنا هاد التحفه. ودرت لنا التحفه باش نستقبلوا الناس كيما نتوما وكيما خاوتنا. ما شاء الله. ما شاء الله. الدنيا ما فيها. ودوقنا حاجه بنينه. ذوقك حاجه بنينه. هو الشيف هنا. انا شيف. انا شيف وانا باترون. نيشان. الله يبارك خويا. يبارك فيك. مطعم جيوس يستضيف الفريق على أشهر الأطباق العالمية والبيتزا الإيطالية على أصولها من طرف صاحبه الشيف جيلالي الذي كان يملك نفس المطعم في لندن. حبه لبلده دفعه لاستثمار خبرته في مجال الطبخ في الجزائر.